العربية إلى حين تجاوز هذا الامتحان العصيب. زملائي الأعزاء، ها نحن في بغداد، رمز عراق ينهض ويقاوم وينتصر ويبني. إن لقائنا اليوم في ظل التقلبات والأحداث المتسارعة التي يمر بها العالم هو فرصة سانحة لنركز جهودنا وطاقاتنا على الأهداف الاستراتيجية التي تفرضها تطلعات الشعوب العربية للسلام والأمن والتنمية والتمييز بين الأمم. والجزائر تؤكد دعمها الثابت للقضايا العادلة ووقوفها إلى جانب الأشقاء في سوريا وليبيا ولبنان والسودان والصومال لتجاوز الظروف الصعبة الآنية التي تثقل كاهل شعوبها. وكلنا أمل في أن يسترجعوا أمنهم ووحدتهم وكامل السيادة على أراضيهم وثرواتهم في أقرب الآجال. نحن بكل تأكيد نتطلع إلى نظام دولي أكثر عدالة وبعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين، نظام دولي يكون لنا فيه كعرب كلمتنا وهبتنا، وهو أمر ممكن إذا وظفنا ثرواتنا الهائلة ووحدنا كلمتنا. وتبقى قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا العادلة التي وجب مواصلة الالتفاف حولها ومساندتها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وكما أوصت القمة العربية بالجزائر، علينا العمل على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة